باسم الوطن نبدأ راحت غناوينا، باسم السلام نبدأ راحت غناوينا، على خاطره تمتد ساحة حكاوينا، ونغني للأطفال يا هم تقاوينا، من قام وقام رجال يا تريح تقاوينا، ونغني نغني من عمال نغني من عتال، داخل على المينا ارفع بدل شوال كفو يحيينا، يا هلوين الشغال صنعة أيادينا، ونغني نغني للزراع زراع أراضينا، علماء ورجال أعمال يا هم رجالنا، علماء ورجال أعمال يا هم مواطنينا، صباح الوطن فترة مباشرة من على قناة الشروق الفضائية، هذه الفترة اخترنا لها تمنيا وحبا أن تكون صباح الوطن، أهلا ومرحبا بالجميع. أنا بالعز السوداني مشاعر قول يرساني، أنا بالعز السوداني مشاعر قول يرساني، بلاد ساقيهاني الأزرق بلاد ساقيهاني الأزرق غير الأبيض الداني، أنا بالعز السوداني بلاد خلت جدودنا قبال غتالهم بالسيوف والخيل، بلاد خلت جدودنا قبال بلاد خلت جدودنا قبال غتالهم بالسيوف والخيل، خطاب قوة التهليل التهليل والإيمان شرباني، قبائل شاربة من نيلين طفيض خيراته تملى العين، قبائل شاربة من نيلين قبائل شاربة من نيلين طفيض خيراته تملى العين، أديب مشر وين لي وين بحر مشر وين لي وين، لكن الأصل سودان أفعاله
السيوف والخيل. بلاد خلت جدودنا قبال، بلاد خلت جدودنا قبال غتالوا بالسيوف والخيل. هتاف قوة التهليل، هتاف قوة التهليل، والإيمان شرفا. صباح الوطن على قناة الشروق الفضائية، أهلا ومرحبا بكم. تتجه أنظار كل السودانيين والعالم أجمع بعد قليل نحو القصر الجمهوري، حيث مشروع الاتفاقية الإطارية التي ستوقع بإذن الله تعالى اليوم عند 11 صباحا، والتي يوقع عليها المكون العسكري وقوى الحرية والتغيير المجلس المركزي. الكثير من الأسئلة والحديث التي تدور بأذهانكم وبأذهان الكثيرين، نناقش هذه الأسئلة ونحاول أن نجد لها الإجابات عبر ضيوفي داخل الاستوديو. أرحب بضيفي الأستاذ إسماعيل التوم، عضو الأمانة السياسية للمؤتمر السوداني. مرحبا بك، منورنا في صباح الوطن وفي قناة الشروق الفضائية. صباح الخير عليك وصباح الخير على الوطن و صباح الخير على مشاهدي قناة الشروق. حبابك عشر يمتد ترحاب أيضا بضيفي الكاتب الصحفي الأستاذ صديق دلاي. مرحبا بك. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا، وإن شاء الله نكون مفيدين في هذه اللحظة التاريخية المهمة والفارغة. نبدأ معك أستاذ صديق، تكلم عن طبيعة هذه الاتفاقية التي ستوقع، والآن مشروع اتفاقية وحولها الكثير من الأسئلة، كثير من الاستفهامات. أولا هي تسوية، وأنا أعتقد المجال السياسي هو مجال مساومات وتسوية، وهو مجال للتقدم من خلال تنازلات ورؤية مشتركة وتحالفات، والتسوية هي التي تليق بالسياسي أو السياسيين، والتسوية هي محل لقيا الفرقاء. ولذلك أنا أعتقد أن التسوية في الظرفنا، نحن عشنا سنوات صعبة بعد ثورة ديسمبر المجيدة، وكان في تشاكس واضح من المكون العسكري. المكون العسكري بحكم طبيعة الثورة، وهي كانت ثورة ضد شمولية، وكانت على قيادة رجل عسكري هو المخلوع البشير، ولذلك من الصعب استيعاب الفترة القادمة على أساس أن يأتي المكون العسكري وبدل أن يحمي هذه الثورة. شهدنا عراقيل كثيرة جدا، وكانت مشهودة وكانت واضحة، وكل الفترة الماضية كانت عبارة عن خسارة كبيرة على المثالية الأولى التي كان يعول عليها الانتقال السريع وإدارة الفترة الانتقالية من خلال مهام محددة، وكانت الآمال عريضة جدا أن تنفذ في هذه الفترة الانتقالية المشروعات التي تليق بأن تكون فترة انتقالية هي مقدمة للتحول الديمقراطي فيما يحكى عنه عن الانتخابات. وما أدراك ما الانتخابات؟ الذي يفهم خطأ أن الانتخابات هي عبارة عن صندوق الانتخابات والصف للتصويت، هذا خطأ كبير. الفترة الانتقالية ونحن خارجين من فترة شمولية أيديولوجية مقلقة بكل الفداحات التي تمت من خلال حكم الإنقاذ البائدة، كان محتاج لترميم الإحساس والمشاعر والمؤسسات، وكان الفترة الانتقالية يليق بها أيضا
التقدم إلى بناء المقدمات الأساسية من الندوات إلى إنشاء المفوضيات إلى إنشاء تكوين النقابات، وهذا الجو من الانفتاح والتكاليف الرأي والرأي الآخر والحريات، كل هذه المواضعة ما يليق بالفترة الانتقالية أن تكون هي. أخطأنا كما كنا نتحدث قبل قليل قبل أن نأتي إلى هنا الأخ إسماعيل، تحدثنا إنه كلمة تكنوقراط هي كانت مسربة، هي مسربة تسريب معروف حتى يتم إزعاج أو تخريب أولويات الحكومة الانتقالية التي كان من المفترض أن تكون من السياسيين على أساس أنهم هم الذين يتحملون المسؤولية. على أي حال جاءت الفترة الانتقالية بحكومة أولى ثم حكومة ثانية، وكان المكون العسكري هو المعرقل الأساسي، وخرج السيد حمدوك في يوم من الأيام وأعلن أنه هذه هي المشكلة والأزمة الحقيقية، وكان نقاش أخذ دورة صديق عفوا للمقاطعة، لكن يعني قبل ما نعود لمحور أنت ذكرت نقطة مهمة جدا وهي خروج دكتور عبد الله حمدوك وموقف المكون العسكري. قبل الأحداث 25 من أكتوبر شهدنا أكثر من تصريح سواء كان من المكون العسكري أو حتى من رئيس الوزراء السابق دكتور عبد الله حمدوك عن أنهم بيعملوا في تناغم تام، وحدث بعد ذلك أحداث 25 أكتوبر. الآن نحن داخلين على مرحلة جديدة، مشروع اتفاق إطاري يجمع ما بين المكون العسكري والحرية وتغيير المجلس المركزي. تكهناتك وتوقعاتك لطبيعة هذا الاتفاق الإطاري. أولا التسوية جاءت لأنه المكون العسكري كان يريد الانفراد بالحكم وجرب كل السبل تقريبا، جرب صناعة الحواضن، جرب تجاوز الحرية وتغيير المجلس المركزي، وجرب مبادرات هشة كما هي كانت مبادرة الطيب أجد، وجرب إنشاء تحالفات جديدة، وجرب التعاون مع الخارج، وجرب الضغوط الأخرى. هذا يعني أن رغبة المكون العسكري كان الانفراد بالحكم مرة أخرى. لآتي إلى النقطة الأساسية، لماذا جاءت هذه التسوية في هذا التوقيت؟ لأن الثورة كانت حقيقية وقدمت وعي، وجزوة الثورة متقدة وقوية، والشارع حافظ على حيويته. كل هذه المواضيع مع الضغوط الخارجية المعروفة، مع الموقف الدولي، مع ما يجري داخل الجيش، والاعتراف الضمني بالهوى الحاصل ما بين الجيش والشعب، كل هذه التفاصيل اقتنع أخيرا المكون العسكري بكل تفاصيله أنه لابد من العودة إلى الحرية والتغيير المجلس المركزي. التسوية لماذا؟ لأنه الطريق التي عمل بها اشتغل بها المكون العسكري لتجاوز الحرية والتغيير المجلس المركزي كان كأنه يفرض حقيقة جديدة قريبة، لأنه الاعتراف أو التعامل مع الواقع السياسي بعد ثورة ديسمبر بهذه الهشاشة وبهذه النظرة كان خطأ كبير للمكون العسكري. وكان 30 يونيو لو تتذكر 30 يونيو الثانية بعد تراجع أو تعنت المكون العسكري، ثم كان البيان الأول هذه المرة من الشارع أيضا كان درس، ولكن هذا الدرس لم يتم التعلم منه كثيرا. وجاء 25 أكتوبر كانت هي ردة فعل نفسية ومزاجية أكثر من أي شيء آخر، لأنه خلال عام كامل لم يتم شيء بناء على هذا الانقلاب العسكري، لم نشهد أي خطوات سياسية، لم نشهد تكوين حكومة، لم نشهد أي إجراءات أخرى تؤكد أو تبين أو توضح أنه هذا الانقلاب كان مدروس دراسة جيدة. لماذا هذه التسوية في هذا اليوم؟ لأنه المكون العسكري مرة أخرى فهم أن هذا الموضوع لن يتم تجاوز الحرية والتغيير إلا بالجلوس معها مرة أخرى. الناس يتحدثون عن الورقة الدستورية الجديدة، أنا مهتم بأن البلد
احنا شعب غير منضبط ولا توجد مؤسسات، وايضا الحياه السياسيه والمجتمع السياسي ليس بهذه الدقه حتى تلعب الورقه الدستوريه تعمل كل هذه الضجه. الموضوع الاساسي في الورقه الدستوريه انها حنجي استاذ صديق لموضوع الورقه الدستوريه، لكن خلينا نشوف راي استاذ اسماعيل توم عضو الامانه السياسيه للمؤتمر السوداني كيف بتنظر للاتفاقيه الاطاريه التي ستوقع بعد قليل ما بين المكون العسكري والمجلس المركزي للحريه والتغيير. طيب في البدايه خالص المجد والخلود لشهداء ثوره ديسمبر المجيده، عودا حميدا للمفقودين وعاجل الشفاء للجرحى والمصابين. تحيه لمشاهدي قناه الشروق. الحريه والتغيير هي ليس الطرف الوحيد اولا لتعديل المعلومه، معها قوه هي داعمه للانتقال، وتشكلت هذه القوه بعد انقلاب 25 من اكتوبر 21. بعد انقلاب 21 الحرية والتغيير طلعت أول رؤية لها، إنها وضعت الحل السياسي من ضمن أجندتها مع محاصرة ومقاومة الانقلاب، عملت على إضعاف الانقلاب ومع جماهير الشعب. بعدها الحرية والتغيير عملت سياسيا، استطاعت عزل الانقلاب دوليا وإقليميا وشعبيا، وحاولت إنها جاءت وفقا لمتطلبات الشارع، لا شراكة مع النظام العسكري. اللاءات الثلاثة هي لا تفاوض لا شرعية لا شراكة. ونعم لا تفاوض في مدنية الدولة، لا شراكة مع المكون العسكري. والتفاوض ده أداة سياسية ما بيرفضه شخص، لكن ما بفاوض في مدنية الدولة. يعني ولا افاوض في بس نقطه، يعني التساؤل الان استاذ اسماعيل انه بما انه الحريه والتغيير والمكونات الاخرى قبلت الجلوس مع المكون العسكري للتفاوض، هو الاتفاقيه جاءت بعد جلوس مع رئيس مجلس السياده الفريق الاول عبد الفتاح البرهان والمكون العسكري ليصلوا الى مشروع الاتفاقيه الاطاريه. التساؤلات انه اليست هذه اللاءات الثلاثه اللي رفعتها قوى الحريه والتغيير اللي هي لا تفاوض لا شرعيه لا شراكه؟ هو في الحقيقه انه ما هي انا على انه انت تساؤلك مقبول، لكن انه لابد انه نجاوب على انه هي المقصود بالشعارات الثلاثه دي شنو؟ طيب جميل. لا تفاوض هو لا تفاوض في مدنيه الدوله، ولا تفاوض في اي شراكه مع المكون العسكري مره اخرى، ولا مساومة في دماء الشهداء. هي دي الشعارات الثلاثة اللي اتبنت عليها الحرية والتغيير رؤيتها، ووضعت الحل السياسي. هي قوة سياسية عندها نظرة بتحل، ما في قوة سياسية ما بتفاوض. التفاوض وفقا للمبادئ بتاعتك. أنا حددت مبادئي، حددت رؤيتي. أنا رؤيتي كانت نتاج حراك الشارع، مدنية الدولة، المحاسبة، عدم الإفلات من العقاب، تفكيك نظام 30 من يونيو، الإصلاح الأمني والعسكري، الجيش المهني الواحد، إصلاح القضائي. هي دي رؤية الحرية والتغيير. السؤال إنه الحرية والتغيير هل رؤيتها دي تم تحقيقها في الاتفاق الإطاري؟ الإجابة بالإيجاب، إنه الحرية والتغيير وصلت لاتفاق إطاري نص صراحة على مدنية الدولة، نص صراحة على السلطة المدنية الحقيقية الكاملة لكل الأجهزة بما فيها القوات المسلحة، هي تحت قيادة مجلس السيادة المدني المصغر، الشرطة والأمن والمخابرات تتبع لرئيس الوزراء، مجلس الأمن والدفاع هو برئاسة رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الوزراء هو اللي حيشكل حكومته دون مشاورة أو موافقة من المكون العسكري، أي لولة الشركات العسكرية الما متعلقة بمهام القوات النظامية إلى وزارة المالية أو إلى الحكومة التنفيذية.
تفكيك بنية نظام الثلاثين من يونيو، السلام الشامل وتنفيذ اتفاقية جوبا ومراجعتها بموافقة الأطراف، ده جوهر الاتفاق. طيب الإطاري هذا الاتفاق. في سؤال معلش المقاطعة يعني مرة تانية، لأنه أنا بنقول الأسئلة الدائرة في الشارع برا نطرحها عليكم بما طيب. أنكم أهل الشان يعني من أمس كل مواقع التواصل الاجتماعي ووكالات الأنباء يتكلم عن نقطة مهمة جدا، وهي النقاط أو المحاذير التي وضعها المكون العسكري الغير قابلة للحديث حولها أو التفاوض بشأنها، وهي أربع نقاط تقريبا، من ضمنها عدم التحدث حول إصلاح المنظومة العسكرية وعدم المساس باتفاقية جوبا. هل هذه النقطة صحيحة أم هي مجرد حديث مواقع التواصل الاجتماعي؟ حديث لا سند له، والاتفاق بيكذبه يعني. الاتفاق الإطاري الآن نص صراحة على إصلاح المنظومة الأمنية والعسكرية، الاتفاق نص صراحة على الدمج، ونص صراحة الاتفاق على دمج الدعم السريع بمواقيت ومصفوفة زمنية يتم الاتفاق حولها. يعني الاتفاق نص صراحة على كيفية تكوين الجيش المهني الواحد والترتيبات الأمنية لحركات سلام جوبا، ده واحدة. الحاجة الثانية إنه لا 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 يوجد من يشترط على القوة المدنية سواء كانوا عسكريين أو غيره إنه ما يهبشش، إنه ما هي دي قوة مدنية، هي وحكومة مدنية وسلطة مدنية عندها الحق الكامل في مناقشة أي جنت بتعلق بالمسألة أو السلطة المدنية الشاملة. دي حاجة. بالتالي إنه الاتفاق الإطاري ده هو نتاج لنبط الشارع، حق كل الشارع. الاتفاق الإطاري حتكون فيه بروتوكول بتاع عدالة وعدالة انتقالية، عدم الإفلات من العقاب، محاسبة كل القتل الذين يقتلوا شهدان الأقارب سواء بعد انقلاب 25 أكتوبر أو ما قبله أو من 89، لا بد من المحاسبة الشاملة وعدم الإفلات من العقاب. الاتفاق الإطاري وضع قواعد للعدالة الانتقالية ومفهومة وتشكيل مفوضية للعدالة الانتقالية. الاتفاق الإطاري يتكلم عن الحركات الغير موقعة على سلام جوبا وكيفية التواصل معها، اللي هي حركتي عبد الواحد محمد نور وعبد العزيز الحلو. ده الاتفاق الإطاري. الاتفاق الإطاري يعني جاوب على كل الأسئلة الرافعة الشارع من شعارات. جميل. بالتالي هو ده آلية من آليات العمل السياسي حققت الحرية والتغيير وشركاء الانتقال، لأنه اليوم حيوقع عندنا 55 من حزب لحركة مسلحة، هي دي عدد الأحزاب اللي حتوقع على الاتفاق الإطاري. كل الأحزاب دي اتفقت في رؤية محددة سواء صاغة الحرية والتغيير المجلس المركزي أو شركاء. بالتالي إنه السؤال الموضوعي إنه يعني هل الاتفاق الإطاري ده بيحقق لنا السلطة المدنية الكاملة وبحاسب لنا القتل وهنا؟ الإجابة هي نعم. أن إحنا بنترقب في توقيع هذا الاتفاق هو خطوة من خطوات العمل السياسي، بنتمنى لها النجاح لأنها هي خطوة لإنهاء الانقلاب، زي ما وضعت الحرية والتغيير في رؤيتها لوجود الحل السياسي. جميل. ننتقل للأستاذ الصحفي صديق دلاي ونسأل، هل هذه الاتفاقية أو كما تسميها التسوية تلبي أهداف الثورة؟ طبعا أهداف الثورة واضحة، هي الدولة المدنية، العمل على التحول الديمقراطي، خلق مجتمع مدني، توفير الحريات بكل أنواعها. هذه المواضيع كلها معالجة كما ذكر الأخ إسماعيل. الموضوع المهم في هذه التسوية أنها هي يعني الناحية النفسية فيها مهمة جدا، والمواضعة ما بين المكون العسكري والحرية والتغيير، الحرية والتغيير تفهم تماما موقفها التاريخي من أي حكم عسكري. المكون العسكري تورط في إحساس أنه سيحكم. هذه التسوية
جعلت من الممكن أن يكون هنالك أن تكون هنالك تسوية لإعادة تصحيح الأوضاع. المكون العسكري على رأس السيد البرهان كان دائما يتحدث أنه مع الثورة وسيحمي الثورة وسيتقدم مع الثورة. البنود التي ذكرها الأخ إسماعيل هي أو الاتفاق الإطاري بكل تفاصيله، المهم فيه أن يكون هنالك رئيس وزراء مستقل. المفاجأة القادمة ليس في حكومة الحكومة القادمة ولكن في رئيس الوزراء. أنا أعتقد أن الطرفين تعلما من المحنة أو الجمود في الفترة السابقة قياب حكومة لمدة عام كامل، والأوضاع كانت متراجعة والإحباط عام والاقتصاد متدني والانفلات الأمني، وحتى الحرية والتغيير تحملت كثير من الإدانة، كثير من الاتهام، كثير من التقصير، وكانت هي تعمل بجد واجتهاد وتتحمل أخلاقيا هذه الأوزار، وفي نفس الوقت كانت مصممة على أن تعمل دائما مع التحول الديمقراطي ولياتي هذا اليوم. تعقيدات المشهد السياسي في المرحلة السابقة، كان هنالك خصوم الثورة، ونقل مرة أخرى خصوم الثورة، وهنالك أعداء الثورة الذين قاموا بفض الاعتصام لم يقبض عليهم بعد، وهذه مسألة طويلة، ولكن نفس هؤلاء الناس تحولوا إلى السوشيال ميديا وتحولوا إلى أدوات داخل الدولة السودانية وظلوا يعملون. بتاريخ هذا اليوم وعند التوقيع لا يمكن النقاش مرة أخرى إلى وجود أي حالة بتاعت انقلاب، وبعد التوقيع لن يكون هنالك نقاش حول التعامل بقمع المظاهرات إن كانت من الجزائريين أو كانت من البعثيين أو كانت من غيرهم. الذي كان يغضب الناس على كل المستويات أنه كانت الكباري تقلق في اتجاه المتظاهرين السلميين، وفي الاتجاه الثاني كما تفضل سيد حميتي وقال أن هنالك خيار وفقوس في هذا الموضوع. ولكن السؤال المهم، أنت النائب، نائب المجلس السيادي، فبدل أن تتكلم أو تتحدث أو توضح هذه الحقيقة للجمهور أن هنالك خيار وفقوس، كان عليك أن تتصل على وزير الداخلية وتسأل أو تأمر بفتح الكباري تجاه المتظاهرين. هذه هذا التناقض، أهمية التسوية وأهمية هذا الاتفاق الإطاري يجاوب أو ينهي الدور الخفي للشخص أو المؤسسة أو المجموعة الثالثة التي تغلق الكباري، التي تقتل المتظاهرين، التي تعتقل المتظاهرين والناشطين السياسيين. هذه الجهة الثالثة هي المتضررة. جميل. هذه الجهة الثالثة لابد أن تختفي لمجرد التوقيع. إن كانت يوم قد هنالك مظاهرة، سيكون المشاهد العادي أو المواطن العادي سيشاهد أن هنالك حرية ولن يكون هنالك إقلاق للكباري. من الذي كان يغلق الكباري؟ أنا حاجيك للنقطة دي أستاذ صديق، لكن إجابتك بما أنه كانت في البداية إذا كان هذا الاتفاق يلبي أهداف الثورة، بما أنه الإجابة كانت نعم، إذن لماذا ترفض بعض القوى السياسية هذه الاتفاقية الإطارية؟ متوقع وطبيعي، الميدان السياسي هو ميدان تنافس وميدان اختلاف، والمجتمع السياسي قائم على هذه المواضعة من الاختلاف والاتفاق والتسويات. نحن لسنا في جمعية خيرية، والميدان السياسي هو يعني مكان للمعارك ومكان للتنافس، وسلامة الرأي الآخر ومعنى الحريات ومعنى النشاط السياسي ينبني على هذا الاختلاف. إن كان الزملاء الشيوعيين أو حتى الإسلاميين إن أرادوا
أن يحتجوا على هذا الموضوع، هذه مظاهر جيدة وهذه هذا هو المطلوب. ما القول في ما صدر بالأمس عن تنسيقيات لجان المقاومة رفضها هذه الاتفاقية الإطارية، دعوتها للتصعيد فيما سمي بالتسوية أو بحسب المسمى الذي جاء في البيان الذي صدر من تنسيقيات لجان المقاومة؟ دعني أعلق أولا على الآت الثلاثة، وأنا دائما أقول أن هذه الآت الثلاثة هي لآت الغضب ولآت القضب الشديد من المكون العسكري ومن القمع الشرطي ومن الظلم الكبير والتجني على ثورة ديسمبر المجيدة. ولذلك الشارع وهذا الزحام وهذه العفوية وهذه الشعارات التي ترفع أثناء المسيرات وأثناء المظاهرات لا يمكن أن تتحول إلى أجندة سياسية. المظاهرات والمظاهرات السلمية بكل الزخم الذي تتسم به دائما هي تحمل هذه الشعارات وهي تحمل هذه المطالب التي لن تتحول إلى تفاوض أو لن تتحول إلى أجندة سياسية. المواضيع مختلفة. ما قامت به وأعلنت به اللي كان المقاومة هو محترم وهو أيضا جيد أيضا، لأنه الضغوط التي ستمارس على الحكومة القادمة هي التي تضع كل شيء في مكانه الصحيح. أنا أتوقع أن يكون الرافضين لهذه التسوية أن يتحولوا لمعارضة لمراقبة الحكومة القادمة ولمحاصرتها على أساس أن تكون الفترة الانتقالية فترة أداء مهام معينة في إنشاء المفاوضيات في السماح لهذه لهذا الرأي الآخر أن يجد براحه وأن يجد مساحاته وأن يجد رأيه المسموع. هذا أيضا طبيعي. الذي كان ينقصنا في العام الفائت هو القمع الشرطي للمظاهرات السلمية، وهم أهل حق في ثورة ديسمبر المجيدة. الطرف الثالث وإدارة قمع هذه المظاهرات من الطرف الثالث، هنالك اتهام مستمر أن خصوم الثورة وأعداء الثورة تسللوا إلى قيادات كبيرة في الدولة، ونحن شهدنا هذه الدراما في تجميد النقابات ثم بعد ذلك عودتها. ليس هذا المهم، المهم من الذي يفعل ذلك. هذا هو مسرح الرجل الواحد. ولذلك وفقا للاتفاق الإطاري والتسوية بعد التوقيع وظهور رئيس وزراء مستقل هذه مهمة جدا. ولو كنا محظوظين لجاء رئيس وزراء يتفهم كل الأطراف الموجودة على الساحة السياسية، على أقل تقدير يقوم بتطمين الإسلاميين على أن يكونوا نافعين لوطنهم في الفترة القادمة، وأن يمارسوا ممارسة علنية كحزب، وأن يعودوا إلى جماهيرهم وأن يعودوا إلى مجالاتهم الصحيحة في أن يكون جزء من المجتمع السوداني وجزء من المعادلة السياسية، ولكن بشرط وفقا للمعايير الثورية. الحريات الحرية واحترام الرأي الآخر والعمل كحزب هذا مهم، لأنه الفترة الانتقالية وإدارة الفترة الانتقالية تهيم وتريح وتدع المجال واسع على أن تعود هذه الأحزاب إلى جماهيرها وأن يسمح لها بالندوات. دعنا صديق نتوقف بالعودة إلى الجماهير من للأحزاب بالأستاذ إسماعيل. أستاذ إسماعيل أقول لك الحوار بعد قليل سيتم توقيع الاتفاقية الإطارية، وهناك عدد من الأحزاب التي أخذت موقف واضح من هذه الاتفاقية بالرفض. هل سيتم تجاوز هذه الأحزاب وبالتالي تحويلها إلى حكومة ومراقبة كما قال أستاذ صديق؟ شهدنا رفض نداء السودان ورفض الكتلة الديمقراطية ورفض أيضا تنسيقيات حزب البعث والحزب الشيوعي وتنسيقيات لجان المقاومة. هل تتوقع أن يتم تجاوز هؤلاء الرافدين وتوقيعهم وبالتالي تحويلهم إلى المعسكر الآخر، المعسكر المراقبة والمعارضة، أم سيتم إلحاقهم بالاتفاقية الإطارية في مرحلة من المراحل؟ طيب، هو في الحقيقة يعني نداء أهل السودان هو بالنسبة لي أنا هو عبارة عن فلول النظام السابق، ولا مكان لهم في أي مرحلة من هذه المرحلة من المرحلة الانتقالية، لأنهم هم المجموعة سارت عليها جماهير شعبنا
في 2019 وأسقطته إلى مزبلة التاريخ، وتم حل حزبهم وأصبح حزبا محلول لا وجود له. تمام، دي الحقيقة الأولى اللي إنه نحن نتعامل معها. لا مجال لإغراق الساحة السياسية بأي أحزاب كرتونية موجودة زي ما بيحصل في الكتلة الديمقراطية وغيره. تمام، بنرحب جدا ب مني أركم الناي أو جبريل إبراهيم في أي مرحلة إنه ينضموا لهذا الاتفاق، باعتبارهم هم من حركات الكفاح المسلح. الحزب الاتحاد الأصلي موجود الآن في التوقيع بالنسبة لي. أما بالنسبة لرفاقنا هون سواء في الحزب الشيوعي أو الليان المقاومة أو حزب البعث، حزب البعث حدد موقفه امبارح، لكن هو كان في كل خطوات الحل السياسي وهو من المساهمين وفاعلين جدا في وضع الرؤية السياسية، ومساهمين جدا وفاعلين جدا في وضع دستور المحامين، ومساهمين جدا في حتى لآخر اجتماع قبل يومين هم موجودين في المكتب التنفيذي للحرية والتغيير. بنحترم رايهم وهم رفاق نضال معانا كتفا بكتف، حنعمل لإقناعهم في إنه ده يوجد حل سياسي أفضل، أو إنه تعقيدات الواقع السوداني وأن إحنا بنشوف إنه ما في حل، ودي رؤيتنا اللي وضعناها مع البعثيين سوا، نحاول نعالج مشاكلنا الداخلية فيما بيننا. البعثي هو جزء أصيل من الحرية والتغيير، الحزب الشيوعي هو حدد موقفه مسبقا من حكومة انقلاب حمدوك، وهو رفع شعار تسقط الطالت يعني. بالتالي إنه الحزب الشيوعي بنحترم رأيه، إذا اقتنع بإنه هو وهو بالتأكيد يعني فاعل في الساحة السياسية السودانية، وبنحترم رأيهم. كذلك لجان المقاومة هم رفاق نضال ورفاق في الدرب، هو بنحترم الرأي والتباين في الآراء، وهو ده المسرح المدني. المسرح المدني لا بد يكون فيه رأي ورأي آخر، وفيه اختلاف في وجهات النظر، وفيه تحدية مواقف من بعض القضايا، لأنه إذا كان اتفقنا كان حنكون حزب واحد، لكن المسرح المدني هو قابل للاتفاق تحت أي لحظة، ومحل احترام أي رأي مخالف. بنعمل على توحيد أكبر كتلة مدنية لدعم الانتقال في المرحلة القادمة، هو ده الوضع الآني. أستاذ إسماعيل، هل هناك مساعي لإلحاق جبريل أو مناوي بهذه الاتفاقية؟ حتى الآن التواصل مستمر، ولم نغلق الباب مع جبريل ومناوي باعتبار أنهم هن من الحركات الرئيسية في اتفاقية السلام جوبا، ونحن من الداعمين لتنفيذ اتفاق جوبا في المرحلة الانتقالية القادمة. نعم أن اتفاق جوبا بيحتاج لمراجعة، وده صحيح، وحتى السيد الغايد مني أو جبريل إبراهيم ما ظنيت يكون عندهم ملاحظات في مراجعة اتفاق جوبا. الاتفاق الإطاري ده هو حاجة مهمة جدا، اللي هو بعد تنفيذ اتفاق جوبا عمل بروتوكول خاص بشرق السودان ومعالجة كل إشكالات شرق السودان ومسار الشرك في اتفاق جوبا يعني. بالتالي إنه ده برضو من الحاجات المهمة اللي إنه الناس حتتناقش فيها مع كل حركات الكفاح المسلح. بالتالي المساعي متواصلة والتواصل مستمر حتى ليلة أمس يعني ما بين بعض الأحزاب والحركات المسلحة، وتمنياتنا إنه الناس كلها تلحق عشان نقدر نوسع الجبهة المدنية العريضة لدعم الانتقال، لأنه الفترة الانتقالية هي وصعوبتها مدتها ممكن تكون في حدود السنتين، بعدها حيكون في ترتيبات أخرى. الترتيبات قبل الترتيبات الانتخابات العامة المفترض إنه نهيئ الأجواء لعودة النازحين واللاجئين، نهيئ الأوضاع للترتيبات الأمنية، ودي كلها بتشمل الحركات المسلحة. نحن بنعمل بشكل واضح عدم العودة إلى مربع الحرب مرة أخرى لكل حركات المسلحة، وبنعمل على تحقيق السلام الشامل بإلحاق حركتي عبد الواحد وعبد العزيز الحلو لأي اتفاق لاحق. وهذا الوضع بيسعنا إنه نوسع دائرة الانتقال زي ما
تم إلحاق المؤتمر الشعبي والاتحاد الأصل وجماعة أنصار السنة المحمدية والحزب الجمهوري ومجموعة من الحركات الأخرى المسلحة إلى هذا الاتفاق الإطاري وسوف توقع اليوم إن شاء الله. الحاجة دي كلها هي دعم للانتقال. أما فلول النظام السابق والنظام البائد لا مكان لهم في أي مرحلة من هذه المراحل. إذا يعني بحسب حديثك قوى نداء السودان هي الوحيدة هي ما قوى نداء السودان؟ قوى نداء السودان دي هي قوة مكون أساسي من مكونات الحرية والتغيير، هي دي قوى نداء السودان. هن عملوا لهم، هن دائما الإسلاميين محربائيين في كل حركة من أسس سنة من 1948 حربائيين، جبهة الميثاق، الأخوان المسلمين، الحركة الإسلامية القومية، المؤتمر الوطني، أسي عملوا لهم حاجة اسمها نداء أهل السودان عشان يشافوا باسم تاني. حتى اسم المؤتمر الوطني ده ذاته هو اتسرق من حزب المؤتمر السوداني عنوة ورفضوا له، حتى المحاكم شطبت الطعون، لأنه المؤتمر السوداني لما اتأسس سنة 86 كان اسمه المؤتمر الوطني السوداني تيمنا بالحزب في حزب المؤتمر الوطني السوداني في جنوب إفريقيا بقيادة مانديلا. الحاجات دي الدين الإسلاميين يعني بيعملوا ليك اسم مشابه عشان يحصل ربكة في المشهد. هون عملوا حاجة اسمها نداء أهل السودان. نداء أهل السودان بقيادة الطيب الجيت المعروف بانتمائه للحركة الإسلامية وكان مسؤولا من أحد مجمعاتنا الكثيرة، مجمع الفيق، مجمع كان هو مسؤول منه وهو ابن الحركة الإسلامية ومعروف يعني، حتى إذا كان بنحترم الطرق الصوفية وبنحترم البادراب عموما يعني، هنا أهل طريقة وأهل هناي. لكن طيب جد هو استغل وجوده على رأس الطريقة عشان يمرر أو عشان يعيد إنتاج الحركة الإسلامية من جديد في ثوب بتاع وفاق وداعية للوفاق. متى دعا الإسلاميون للوفاق وهم يقتلون ويعذبون في أمن هذا الشعب لمدة 30 عاما؟ مبادرة أهل السودان هي مبادرة بعد هذا التوضيح. هل هي المجموعة الوحيدة بالنسبة لكم الآن تعتبر خارج حسابات التوافق؟ نعم، مجموعة نداء أهل السودان هي عبارة عن فلول، هن ما جزء من أي توافق في هذه المرحلة. تمام، تم حل حزبهم، مواطنين، نعم يحترم رأيهم، نعم لهم كل الحقوق والواجبات، نعم، لكن كمشاركة في عملية الانتقال لأن احنا صرنا من ضد من يعني بالأمس مصرنا ضد النظام القمعي اللي هو أنتج نداء أهل السودان وهن قيادات نداء أهل السودان الآن. تمام، بالتالي إنه لا مكان لهم، لا مكان لإغراق العملية السياسية الحاصة. أنا طبعا ضد مصطلح التسوية لأنه التسوية هي أخذ وعطاء وتنازل. أنا عندي رؤية متكاملة حول مدنية الدولة وسلطتها الكاملة وإشراف المكون المدني على كل فترة الانتقال، وده ما نصت عليه في الاتفاق. ده حل سياسي لتعقيدات محددة، ده واقع محدد ينهي العملية الانقلابية تمت في 25 أكتوبر. جميل. أستاذ صديق، ما هي المخاوف بشأن هذه الاتفاقية الإطارية التي ستوقع بعد قليل؟ المخاوف في لياقة الحكومة القادمة والتعامل مع الآخرين على الطريقة القديمة. الإفراط هو سوء تقدير سياسي، ليست هنالك عداوة دائمة وليست هنالك خصومة دائمة في المجال السياسي. إذا عاد الإسلاميين إلى رشدهم وآمنوا بمعايير الثورة ليس عليهم أن يدخلوا في الحكومة أو في كتلة الانتقال، لكن عليهم أن يكون جزء من الحالة المزاجية العامة في البلد، أن تكون مع الثورة ومع التغيير وأن يؤمنوا إيمانا قاطعا كما تفضل السيد حميتي وقال أن العودة إلى قبل 2018 مستحيلة وصعبة. هذا يعني أن التغيير، ثورة ديسمبر المجيدة هي التي انتصرت أخيرا. هذا الانتصار لا يعرف تعريفا مثاليا أو رومانسيا بقدر ما أنه هو الواقع الذي تبنى عليه الدولة السودانية الجديدة ولياقة العمل السياسي. لياقة العمل السياسي أن هنالك مفقودات في الحياة السياسية، الأحزاب السياسية والكوادر السياسية، وهذا ما عانينا به كثيرا حينما تقدمت الحرية والتغيير لإدارة الشأن العام والدولة. وجدت صعوبة كبيرة في أن تكون في إدارة الدولة،
وهذا هو الذي حصل مثلا في لجنة إزالة التمكين، تسلل إليها أشرار من صغار الموظفين وقاموا بتخريب هذا الموضوع، وهي من أهم مؤسسات المؤسسات السابقة لجنة إزالة التمكين، وكانت تقوم بعمل كبير جدا فيما يسمى لجنة إزالة التمكين، وهو تمكين اقتصادي وسياسي. تم تخريب هذه اللجنة من خلال ربما صغار الموظفين وأشياء كثيرة لم تعالج علاجا صحيحا، هي مشكلة إدارة. أنا أقول ذلك لأن الفترة القادمة هي ينبغي أن تكون أولا تعالج الحرية وتغيير وجهة نظرها في أن تأتي لإدارة الفترة الانتقالية، ليس في الحكومة ولكن كأهم جسم سياسي يعتمد عليه في ضخ عناصر لإدارة الدولة، أن يكون هنالك رجال دولة وأن تكون هنالك عقول كبيرة ومستوعبة، لأن المؤسسات أو بناء المؤسسات هو من أصعب الأمور في الفترة القادمة. حينما نجح السيد حمدوك في فك الحصار الدولي وكانت هنالك وكنا على بعد خطوات في أن تأتي إلينا الشركات عابرة للغارات وأن يكون ذلك الانفتاح الخلاق لكل البيئة السودانية، حصل هنالك عدم جاهزية للتعامل مع هذا الموضوع. ناحية أخرى أن رئيس الوزراء المقبل ينبغي أن يكون رئيس وزراء عكس الذي كان يتصف فيه السيد حمدوك بالهدوء والتمهل، ونحن لابد أن نكون مع الزمن السياسي ومع مش يعني مع نشبه إشكالياتنا. رئيس الوزراء ينبغي أن يكون ذكيا في التعامل مع المجتمع السياسي وتطمين الأطراف حتى لا يصيروا القبار مرة أخرى في وجه الحكومة بإدعاءات كثيرة، وأن يتم تحويل خصوم الثورة وأعداء الثورة إلى معارضة مساندة لتفريغ الغضب السالب وتعمير الفترة الانتقالية بالرأي الآخر وتكاليف الرأي الآخر. ناحية مهمة جدا وهي الأولوية الاقتصادية، الشعب مرهق جدا ومحبط جدا، وحاليا الذي يملك دكان في أقصى قرب أم درمان يتطلع إلى هذه التسوية، وكما تفضل الأخ بذكرها وهي الحل السياسي، ليس هنالك اختلاف كبير ولكن هنالك انفراج في العملية السياسية واتفاق لتكوين حكومة قادمة ورئيس وزراء على أن تكون النتائج على الأرض سريعة. بالنسبة للاقتصاد هنالك قضايا وأزمات مختلقة، بكل أسف جزء من المجتمع السوداني والمجتمع في التجار وفي السوق كانوا جزء من الأزمة، وكانت هنالك أزمة ضمير وكان هنالك انفلات أمني. صديق الأمر متشعب جدا، يعني فيه أكثر من جانب، ذكرت أنه واحدة من أكبر المخاوف التي تكتنف هذه الاتفاقية الإطارية هي عدم اللياقة السياسية بالنسبة للحكومة المقبلة. هناك أيضا مخاوف من قبل الشارع العام من المواطنين ومن كذلك من الذين لم يوقعوا على الاتفاقية، سواء كان حزب البعث أو الكتلة الديمقراطية أو غيره من المسميات، بتكرار التجربة السابقة في فترة حكومة حمدوك بكثير من المسميات التي وكثير من الأحداث التي حدثت، منها الاتهام الذي ظل يلاحق الحرية والتغيير بانفراده بالسلطة، والاتهام بعدم توفير معاش الناس، وغيره من بقية المخاوف المطروحة الآن على الساحة، سواء كان من قبل المواطنين أو حتى من قبل الجانب الآخر الرافض للتسوية أو الاتفاق الإطاري. نعم، لابد أن نكون صريحين بأن الأزمة الحقيقية في الفترة السابقة هي كانت واحدة من موروثات الإنقاذ البائدة، ويعني احتاجت الحرية والتغيير أن تجلس مع الكفاح المسلح أو قيادات الكفاح المسلح، وكانت في السابق تسمى بقيادات التمرد. قيادات الكفاح المسلح احتاجت لعام كامل حتى ترجع الخرطوم. قيادات الكفاح المسلح من أهم مشاكلها، وهي كانت جزء من الأزمة السياسية، أنها كانت تفكر تفكيرا قديما نحو المركز وتتعامل مع الحرية والتغيير وكأنها الإنغاز
بناء على أحاسيس ومشاعر لها علاقة بالذي حصل في دارفور والتهميش الكبير في المناطق الأخرى. هذا التراث من الظلم الكبير. الحرية قيادات الكفاح المسلح لم تكن صريحة في أن هذه المخاوف وهذه المشاكل لم تكن جزء من زراعة الحرية والتغيير، بل كان حصاد الفترة أو فترة الإيقاظ البائدة. ولذلك جاء اعتصام الغصر، وجاءت الحرية والتغيير التوافق الوطني، وجاء إقلاق الشرق، وجاء الموقف، موقف المكون العسكري يتعامل مع كل هؤلاء الخصوم بشكل تكتيكي وبشكل استراتيجي. هنالك مشكلة في وجهة النظر في المكون العسكري، وهذا الكلام لا يقال كثيرا. الجيش مأزوم بأن هنالك إحساس عام بأن هذه الثورة ذات مزاج يساري، وهذه الثورة لها مخاطر أو فيها مخاطر على أن يكون الدين محروس. ولذلك هم كانوا يعادون الثورة ويعادون التغيير بناء على هذه الأحاسيس أو المشاعر غير الصحيحة. ولذلك يعني جاء فضل اعتصام بناء على الإحساس الذي ذكرت بأنه قد تكون الثورة يسارية. نذكر أول شهيد في الثورة شهيد أحمد الخير كان من الإسلاميين وغيرهم. يعني أنا أتحدث عن المشاعر في الطرف الآخر وهي خاطئة، إن هذه الثورة يسارية ليست تبع الحزب الشيوعي، وهذا ليس نقاش في من أين جاءت الثورة. الثورة قام بها الشعب السوداني، والثورة كانت نضال تراكمي. هذا موضوع مفرغ منه، ولكن أنا أتحدث عن الأزمة المرحلة من داخل الجيش والمكون العسكري، وتحولت لأطماع أن يستمر المكون العسكري في حكم البلاد، ويعني وجد دعما وتحفيزا من قيادات الكفاح المسلح، من كثير من الأحزاب التي وجدت نفسها خارج العمل الثوري، ولذلك هم تجمعوا. وآخر مظهر من مظاهر هذه الأجسام ما سمي بالكتلة الديمقراطية أو كتلة الديمقراطية، حرية وتغيير كتلة الديمقراطية. كتلة الديمقراطية هذه الكتلة تكونت في بظرف سريع جدا، ونفس قيادات الكفاح المسلح كانت قبل 3 شهور في كورنسيا تعلن عن تحالف، ونفس هذه المجموعة كانت مع الطيبة جدا تعلن عن تحالف، ونفس هذه الكتلة ظهرت في الكتلة الديمقراطية. هذه هرولة وهذه ضرامة وهذه نوع من أنواع التعجل من أجل وجود مكان في المرحلة القادمة، وهذا جزء من الأزمة السياسية والتقديرات مع تقدير خاطئ اتجاه إلى أين تسير الأوضاع بحكم هذه اللحظة. نتوقف هنا إلى أين تسير الأوضاع، ونسبة لضيق الزمن دعني أنقل الحديث إلى أستاذ إسماعيل التوم، وهي تساؤل حول التحديات التي تواجه هذه الاتفاقية الإطارية. يواجهها أكثر من تحدي من قبل الفرقاء السياسيين الرافضين، سواء كان من لجان المقاومة أو من حركتي جبريل وحزب الشيوعي وحزب العسل وغيرهم، والتحديات الأخرى التوقع والترقب من قبل الشعب السوداني الذي انتظر طويلا هذه الفترة، وغير من باقي التحديات التي تحيط بهذه الاتفاقية الإطارية. هو طبعا بتفق مع الأستاذ في حاجات كثيرة اتقالت. هو التحدي بوجه الحكومة هو لسه نحن الآن ما نستبق الأحداث، يعني هو نحن نتكلم عن الحكومة، نتكلم عن الاتفاقية زادة. الاتفاقية هو ده اتفاق إطاري، هو التحدي الأكبر إنه كيف إنه ما بعد الاتفاق الإطاري نقدر ننجز الخمسة بيرتيكولات الثانية بتوافق تام عشان نصل للاتفاق النهائي. ده التحدي الأكبر. التحدي الأكبر إنه كيف نصل لبيريتيكول فيما يختص الترتيبات الأمنية والجيش المهني الواحد وتفاصيل دمج الدعم السريع في القوات المسلحة والترتيبات الأمنية. ده بيريتيكول. البيريتيكول الثاني الأهم إنه كيفية إنه وصل لسلام عادل وشامل وقضية شرق السودان ومعالجتها بتوافق كل أطراف اتفاقية جوبا. التحدي الآخر إنه
في كل البروتوكولات الستة إنه كيف نصل لها بتوافق تام نقدر ننجزها. للعلم البروتوكولات المتبقية فيما عدا البروتوكول اللي بيختص بالترتيبات الأمنية أو الإصلاح الأمني والعسكري، بقية البروتوكولات هي نقاش حيتم مدني مدني بعيداً عن المكون العسكري، باعتبار إنه لأنه ده في بس بيختص به وهو بتاع الترتيبات الأمنية والإصلاح الأمني، ده البروتوكول الوحيد اللي حيتم مناقشته مع هنا العسكريين. بقية البروتوكولات بتاع العدالة والعدالة الانتقادية مع أسر الضحايا والشهداء وغيره، تمام، والمصابين والمهجرين وغيره، ده بروتوكول يتناقش مع أصحاب المصلحة. جميل. نحن ده التحدي هو يعني الناس اللي حتكلم عن إنه ليه متخوفين إنه يعود الانقلاب أو تتكرر التجربة، مو هو ده زول حامل عسكري، عسكري حامل سلاح وأنا مدني بحمل أفكار وأيادي بيضاء، تمام؟ أنا ما لو جاء داير يستلم السلطة بسلاحه ما حاجب قدامه حد مهما بيحصل، لكن التحدي الأساسي إنه كيف نحن كقوة مدنية زي ما نجحنا في إفشال هذا الانقلاب لمدة سنة أفشلناه بالعمل السياسي الجماهيري مع جماهير شعبنا. إذا اسمعي أنتوا عندك تحدي دائما أكمل وجهة نظري لأنه دائما بتقاطع. لا نحن بس لأنه الزمن سريع أنا عايز ألخص. أيوة أنا قاعد ألخص ليك. طيب. تمام إنه كيف إنه نحن نقدر نكون جبهتنا المدنية العريضة، تمام، في توحيد الشارع، في دعم العملية الانتقالية، تمام، في إقناع الآخرين باللحاق بهذا الاتفاق، في إنه كيف إنه نقدر نشكل حكومة من داخل رحم الثورة. يعني رئيس الوزراء بيتكلم عنه ده مفترض هذه المرة يكون هو خبير الشوارع بتاعة السياسة السودانية، هو جزء من قوة الثورة ومشهود له بتاريخ النضالي، تمام، عشان هو بيقدر يتعامل مع واقع البلد. الشعب السوداني نعم منتظر، وهو ده من الدوافع اللي خلت الناس تمشي في اتجاه الحل السياسي، لانه الظروف الاقتصاديه هو ده برضه تحدي لاحق، لكن زي ما قلت انه الناس لما تتكلم اسي هو ده اتفاق اطاري فقط، الاتفاق الاطاري ده ليه ما بعده، تمام، لما يصل الاتفاق النهائي حنشوف كامل التحديات. انا زي ما قلت قبل كده انه ما حنقيف معرفة من رفاقنا اللي عندهم راي واضح، او الشباب المقاوم اللي عنده تاريخ النضالي في الساحه السياسيه السودانيه، ولا شباب ديان المقاومه والتنسيقيات، مهما قالت انه نحن بنحترم اراء جدا، هي بالنسبه لنا عضد وسند لتحقيق متطلبات الشارع السياسي السوداني، متطلبات الدوله السودانيه، كيفيه نهضه البلد، كيف انه نقدر نوقف نحن عمليه زمن الانقلابات مره اخرى. ده كل تمنياتنا انه كيف ننجح نوحد التيار المدني ده في عمليه انتقاليه سلسه تقود لعمليه في الانتخابات في نهاية الفترة الانتقالية إن شاء الله. كتر خيرك أستاذ إسماعيل التوم، عضو الأمانة السياسية لحزب المؤتمر السوداني. شكرا جزيلا، نورتنا في قناة الشروق في صباح الوطن. مرحبا بك. لك الشكر الجزيل أستاذ صحفي صديق دلاي، كنت حضور في صباح الوطن وفي قناة الشروق الفضائية. كتر خيرك. شكرا جزيلا. متواصلين في صباح الوطن محطات مختلفة ومتنوعة من محطة إلى أخرى ومن موضوع إلى آخر. أهلا بكم. كل أجزائي لنا وطن نسمو فاي به ونفتتن، نتمنى جماله نرى لتغريس عيشي ثمانه، حيث كنا حدث بنا ذكر من والشوق كلنا فداه. We'll be right back.
وزيرونا في صدورهم كذا نزل الأحباط والإحنان لوحة العرب أصلها قلم وإلى العرب أنساب الفطن أنا السوداني أنا السوداني أنا يا بلادي
يا بلادا حوت مآثرنا كالفراديسي فيضها مننا يذكر المجد كلما ذكروا وهو يعتز حين يقترن. صباح الوطن وصباح الشروق، أهلا بكم جميعا، والأنظار تتجه نحو القصر الجمهوري. كل السودان يترقب توقيع الاتفاقية الإطارية التي تجمع بين بعض المكونات السياسية والمكون العسكري، المجلس المركزي الحرية والتغيير. الكثير من التساؤلات ناقشناها مع ضيوفنا السابقين، والكثير من الأسئلة أيضا نطرحها على ضيوفنا داخل الأستوديو. ورحب بالدكتور أحمد خليل الأكاديمي والمحلل السياسي، مرحب بكم، نورنا حبابك عشرة. الله يسلمك يا أخي. يمتد الترحاب ايضا بالاستاذ اسماعيل وراق القيادي بحزب الامه القومي، حبابك عشرة. مرحب بك وبكل المشاهدين الكرام. ابدا بك دكتور احمد، وهي تساؤلات كثيره، لكن دعنا نبدا برؤيتك لمسار الاتفاقيه. اولا الحمد لله الذي مكن لاهل السودان ان يصلوا الى هذا اليوم، ونساله تعالى ان يهدي الروافض والممانعون والممانعين للوصول إلى طريق الحق وإلى العقلية التي يمكن أن تقودنا إلى الخروج بالسودان من هذا النفق المظلم الذي امتد لعام كامل. كيف ترى هذه الاتفاقية؟ يعني الاتفاقية سبق الكثير من التجاذبات والاختلاف، اختلاف وجهات النظر بين الفرقاء السياسيين، وحالة كبيرة من الفراق امتدت ما بعد أحداث 25 من أكتوبر إلى هذه اللحظة. أعتقد أنها أن يعني ما توصل إليه الناس في إطار في هذا الاتفاق الإطاري هي مسألة لا بد منها لسبب واحد. إذا بحثنا عن البديل الآخر هو الاحتراب ليس إلا، أو التشظي، والتشظي في دولة مثل السودان قد يوصل بنا إلى يعني حروب أهلية متنوعة، خاصة أننا في هذه الأيام الأخيرة بدأنا نسمع عن كثير من المجموعات القبلية التي تتبنى رؤية القادة السياسيين أو رؤية الحكومات المختلفة. يعني تجد بعض القبائل تحدد ما هو الخط الأحمر في السودان، بعض القبائل تغلق بعض الطرق، بعض القبائل تحدد مسارات العمل الدولي في السودان. فأعتقد أن التوصل إلى اتفاق إطاري هي نقطة أولية مرحب بها من الجميع. وإذا أردنا أن نبحث عن ما هي الاختلافات التي يمكن أن تحدث، فهذه الاختلافات ستأتي في مرحلة لاحقة، ومن حسن الطالع أنها ستكون ما بين العسكريين والمجموعات المسلحة من جهة، وما بين المدنيين بعضهم بعضا من جهة، وهذه مقدور عليها، لأن العسكريين يستطيعوا أن يخاطبوا العسكريين سواء كانوا من الحركات المسلحة أو غيرها، يستطيعوا أن يصلوا معهم إلى ما يمكن أن يتفق عليه فيما يؤدي إلى الترتيبات الأمنية التي تجنب الناس يعني كل الويلات. أما الساسة فأعتقد أن العقلية أو العقلنا في حياة الساسة ستقود بهم حتما إلى مصالح الوطن بعيدا عن مصالحهم الشخصية. أنتقل الأستاذ إسماعيل وراق. أستاذ إسماعيل، إذا تجاوزنا هذه الاتفاقية التي من المتوقع أن تفضي إلى تحول ديمقراطي، والكل يتحدث عن رئيس الوزراء المستقبلي، رئيس وزراء البعض يقول أنه يجب أن يكون مستقلا، البعض الآخر يجب يقول أنه سيكون مدني بخلفية عسكرية وغيره، نتحدث عن رئيس الوزراء الذي يمكن أن يقود البلاد إلى التحول المدني الديمقراطي الذي تنشده المكونات السياسية وينشده الشارع. شكرا لكم ولقناة الشروق وللمشاهدين الكرام. أولا دعني أترحم على أرواح الشهداء، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفي الجرحى وأن يفك يعني أسر المسجونين أو المحتقلين يعني دون وجه حق. الحديث عن رئيس الوزراء، أولا دعنا نتكلم عن المعايير، وهذا هو الإجراء الصحيح. الشعب السوداني تواق للديمقراطية والحرية، وثورة ديسمبر ثورة عظيمة جدا، لم تكتمل الفترة الانتقالية لأسباب معلومة بالضرورة لك، انقلاب 25 أكتوبر. رئيس الوزراء يجب أن يكون من الكفاءات الوطنية، يجب أن يكون مشبع
بالثورة السودانية يجب أن يكون لديه إلمام واسع بمشاكل السودان، يجب أيضا أن يكون لديه إلمام عميق بالتكوينات الاجتماعية في السودان، يجب أن يكون لديه علاقات خارجية لأن السودان ما منفصل من المحيط الإقليمي والدولي، يجب أيضا أن يكون متوازن في رؤاه وأفكاره. أنا أميل إلى رئيس وزراء يكون عليه إجماع بقدر مطلوب، ليس بالضرورة أن يكون مستقلا أو حتى ليس بالضرورة أيضا أن يكون حزبيا طالما تم الاتفاق على المعايير، فالمعايير هي الأهم. الكفاءات الوطنية التي تتولى إدارة الفترة القادمة هي كفاءات يجب أن نضع فيها الثقة أولا، ثانيا هي كفاءات أتت لتنفيذ برنامج محدد ذو مهام محددة للوصول بالفترة الانتقالية إلى نهاياتها إلى أن نصل إلى الانتخابات العامة. لكن أستاذ إسماعيل، الحديث حول الكفاءات الوطنية ذاته البعض يعني يعتقد أنه فخ يعني لتجاوزه يحتاج لكثير من المراحل، باعتبار أنه أيضا الفترة الفائتة الفترة الانتقالية الفائتة التي كانت رأسها الدكتور عبد الله حمدوك كان الشعار الأبرز المرفوع فيها بأن تكون الحكومة حكومة كفاءات وطنية، والشاهد أنه معظم الوزراء اللي جو وقدموا على أساس أنهم كفاءات وطنية قوبلوا يعني برفض من الشارع وهتافات، سواء كان هذا الشارع من لجان المقاومة أو من المعسكر الآخر. يعني أولا خلينا نتفق على حاجة، مسألة كفاءات وطنية مستغلة، ما في كفاءة وطنية مستغلة في السودان. أي شخص في السودان لديه ميول إن لم يكن لديه انتماء سياسي صريح واضح بغض النظر عن درجة انتمائه للفكر دي أو للتوجه السياسي، دي حاجة. الناس الآن بيتكلم عن كفاءة وطنية حتى وإن كان حزبيا، ولكنه كفاءة وطنية لديه القدرة على أداء مهامه التنفيذية أو مهامه في التشريعية في البرلمان أو أي وظيفة عامة. مسألة لجان المقاومة ومسألة الاعتصامات كانت بتحصل في الفترة بتاعت حكومة حمدوك، أنا أفتكر أنه أصلا البلد كانت في مرحلة بتاعت تشكل في بداية المرحلة الانتقالية، وأنا أفتكر أنه دي واحدة برضو من الممارسات الممكن يكون الديمقراطية إذا كانت انتهجت السلمية، صحيح لها تأثير على أداء السلطة التنفيذية، أرهقت مثلا السلطة التنفيذية بصورة كبيرة جدا وكان لها أثر سالب مما أتاح إلى فلول النظام البائد يطل بشكل أو بطريقة أو بأخرى. ولكن خلينا نتفق بأنه الكفاءات التي يجب أن تدير السودان في المرحلة القادمة هي كفاءات وطنية بغض النظر إن كان لديه انتماء سياسي أو لا. وأنا أحبز وليس لدي أي إشكالية بأن يكون الكادر كادر حزبي، ولكنه أتى لتنفيذ برنامج حكومة انتقالية ذات مهام محددة وليس أتى لتنفيذ برنامج حزب، لأنه دي فترة انتقالية الجميع يشارك فيها. لعلك لو اطلعت على بنود الاتفاق الإطاري أو حتى الإعلان الدستوري لسه الناس حتوقعه في الأيام القادمة، الحكومة عندها أهداف محددة. أي كفاءة وطنية سودانية أيا كان يسنجته لون السياسي انتماء الفكري لديه القدرة على تنفيذ هذه المهام فمرحبا به. المعيار الوحيد إذن بالنسبة لك هو الكفاءة الوطنية. هي الكفاءة الوطنية، يجب أن لا نخلط بين الكفاءة المستغلة. الكفاءة المستغلة دي فخ، عشان كده نقول الكفاءة الوطنية. قلت لك إنه الكفاءة المستغلة هي فخ، هي فخ، خلينا نكون واضحين في المسألة، هي فخ. الحاجة الثانية، هذه الثورة يحرسها أبناء الثورة، هذه الثورة يحرسها أبناء الثورة الذين احتقلوا وشردوا وعذبوا وطلعوا المواكب، حريصين جدا على استمرارية هذه الثورة وأن تصل الفترة الانتقالية إلى نهاياتها. وعني تحديدا هنا في سؤال، كوادر القوى السياسية هنا في سؤال. نعم. السؤال أنه رفض لجان المقاومة تنسيقات للاتفاقية الإطارية التي ستوقع بعد قليل، بالأمس صدر بيان من تنسيقيات لجان مقاومة الخرطوم بالتصعيد الثوري يعني مناهضة لما اسمه التسوية السياسية التي ستوقع بعد قليل، يعني يمكن بعد دقائق. وانت ذكرت لي انه يعني ابناء الثوره هم الذين يحرصون واسميتهم انهم الذين اعتقلوا والذين يعني شردوا. اولا اطلاق القول بصوره عامه كده على اطلاق لجان المقاومه كلها ضد، انا سمعت تسويه هي عمليه سياسيه كويس، التسويه دي فيها اشارات سالبه، ولعل فلول النظام دائما بيردد المسألة دي عشان يكون في مدلول سالب في ذهن المواطن السوداني. أنا أفتكر إنه لجان المقاومة فصيل هام جدا، هم رأس الرمح في التغيير. نحن ما عندنا كقوة سياسية أي مشكلة مع لجان المقاومة، بل نحن عندنا لجان مقاومة
ونحن نقاوم من 89 من صبيحة 30 يونيو النضال التراكمي ده كله قامت به قوادر القوى السياسية. نحن ما عندنا مشكلة مع لجان المقاومة سواء كانت منتمية إلى تنظيمات سياسية أو لجان مقاومة مستغلة. هنالك بعض التحفظات، هنالك بعض الآراء داخل لجان المقاومة يمكن الجلوس مع لجان المقاومة والتفاهم حولها. في النهاية هذا اتفاق إطاري. ما المطلوب من الفترة الانتقالية وما المطلوب من الثورة؟ أن تحقق مدنية الدولة. نحن نتكلم الاتفاق الإطاري ده الآن السلطة بكامل هياكلها سلطة مدنية، جيش مهني واحد، منتكلم عن علاقات خارجية متوازنة، منتكلم عن تفكيك بنية نظام 30 يونيو، منتكلم عن استغلالية القضاء، منتكلم عن إبعاد المكون العسكري عن المسرح السياسي، منتكلم عن العدالة وما في زول بيفلت من العقاب. طيب ما هي الأهداف؟ أهداف الثورة نفسها ده المعيار. أهداف الثورة إذا العملية السياسية بتحقق لها أهداف الثورة مرحبا بها، إذا لم تحقق العملية السياسية أهداف الثورة وقتها لكل حدث حديث. لكن أنا أجزم بأنه أي شخص اطلع على الاتفاق الإطاري دي وحيستكمل بمناقشة الأربع ملفات التي تم تأجيلها لمزيد من التشاور بين أصحاب المصلحة الحقيقية بما فيهم أسر الشهداء، اتفاقية السلام جوبا، المسألة بتاعت الإصلاح الأمني والعسكري وتفكيك نظام 30 يونيو، إذا الناس جلسوا في طاولة واحدة واتفقوا حول هذه الملفات أنا متأكد الناس هتصل للهدف المنشود وهو تحقيق أهداف الثورة المتمثل في الحرية والسلام والعدالة والانتقال إلى التحول الديمقراطي المنشود. إذن أنقل هذه النقطة مباشرة إلى دكتور أحمد خليل. والبعض يقول بأن هذه الاتفاقية الإطارية ربما تكون قنبلة موقوتة إذا تجاوزت المكونات السياسية الرافضة لهذه الاتفاقية، منها الحرية وتغيير الكتلة الديمقراطية، ومنها يعني لجان المقاومة والحزب الشيوعي وحزب البحث وغيره من بقية المكونات الرافضة لهذه الاتفاقية. حقيقة يعني إحنا في عصر لا يمكن أن تفعل فعل سياسي دون أن يكون مؤثراً على المجتمع الدولي أو متأثراً بالمجتمع الدولي. ذلك أن السيادة المطلقة أصبحت منقوصة، وأصبحت مصالح الدول ككل ترتبط بمصلحتك كما أن مصلحتك ترتبط بمصالح الدول. لذلك يعني يجب أن نعقلنا العمل السياسي. كل الناس يعني إذا سألنا سؤال هؤلاء الذين يرفضون مجرد الاتفاق حول الاتفاق الإطاري، ما الذي يرغبون فيه؟ هم ينادون بكل ما هو موجود داخل الاتفاق الإطاري وكأنهم لم يطلعوا على ما هو موجود في الاتفاق الإطاري. بالنسبة للأبناء في لجان المقاومة، أقول أن العمل السياسي أو الحكم بشكل أساسي بيحتاج إلى ثلاث أضلع. الضلع الأول الحكم من الحكمة، نحتاج إلى الحكماء ونحتاج إلى المفكرين السياسيين الذين قد يضعون أو يستنبطون من تجارب فلسفاتهم السياسية بما يتوافق مع السودان. نقرب كل ما هو موجود في الفكر السياسي العالمي الذي يعني يتبعه كثير أو تتبعه كثير من الأحزاب السياسية ونفرغ أو نؤطر في إطار سوداني. الجزء الثالث نحن نحتاج إلى طاقة الشباب، هذه الطاقة هي الطاقة المحركة. إذا ما تمكننا من أن ندمج هذه الثلاث أطر أو هذه الثلاث أطراف نستطيع أن ننتقل بالسودان إلى مرحلة متقدمة. هذه واحدة. قبل شوية أنه يعني مسألة السيادة المطلقة لم تعد موجودة بالكامل وتعتبر شيء مثالي. هذه الاتفاقية الإطارية التي ستوقع بعد قليل جاءت بعد جلوس المكونات التي ستوقع عليها مع رئيس مجلس السيادة وبدعم من الآلية الثلاثية وبدعم من المملكة المتحدة والأمم المتحدة والإمارات والسعودية. هل هذه المكونات التي دعمت هذه الاتفاقية للأمام ستضمن تكملة الاتفاقية لما بعد التوقيع الإطاري الأول باعتبار توقيع بالأحرف الأولى؟ ولسه يعني ذكر قبل شوية أستاذ إسماعيل في مزيد من التشاور ليتسع الماعون وبالتالي يستوعب معظم المكونات السياسية المختلفة حول هذه الاتفاقية. حقيقة كل مجموعة أو كل مكون من هذه المكونات بتنظر لهذا الاتفاق الإطاري بما يتوافق مع مصالحها. يعني اليوم إذا أردت أن تنظر
لماذا يعني مجموعة الإيجاد تتدخل بهذا الشكل يعني فيه صبر طويل؟ كثيرين منهم يقولون أن السودان إذا ما اشتعل لا قدر الله ستشتعل كل مناطق القرن الأفريقي والوسط الأفريقي، لأن هذا التداخل القبلي قد يجر الإشكالات إلى كل هذا. لذلك هم يرفضون أي عملية قد تقود إلى التشظي داخل السودان. هذه واحدة. بالنسبة للدول الغربية، إذا لم تعد الديمقراطية أو إذا غابت الديمقراطية ستملأ الفراغ بمجموعات أخرى، خاصة بعد حرب روسيا وأوكرانيا، سيظنون أن الدب الروسي قد يضع أقدامه ها هنا، وهذا ما لا يرضي دول الخليج مطلقا. لذلك نقول أن كثيرين منهم يبذلون جهدا كبيرا حتى يتمكنوا من إيجاد الديمقراطية أو التحول المدني باعتباره عملا يعني يفيهم شرور كثيرة. فلذلك تجد الاتحاد الأوروبي، تجد الترويكا، الاتحاد الإفريقي، الهيئة الحكومية، هذه الدول مهتمة بقضية السودان، كل ينظر إلى هذه المشكلة من الزاوية التي يرى أنها قد تمس مصالحه أو مصالحه في المستقبل. لذلك يعني لا نستغرب يعني بعض الرافضين يقولون أن الاتفاقية مستوردة. لماذا لا تكون مستوردة إذا كانت بتوقف دماء السودانيين؟ ما مجلس الأمن معمول لهذا الغرض أساساً يعني، ما العيب في ذلك؟ دكتور أحمد، إحنا حنواصل معك الحوار أنت وأستاذ إسماعيل وراق، ولكن دعوني أدعوكم وأدعو كل المشاهدين للانتقال إلى القصر الجمهوري والترحيب هناك بالزملاء عفراء فتح الرحمن ومصطفى عبيد الله، وهناك مراسم التوقيع مباشرة في القصر الجمهوري. نتابع.